السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة ان شاء الله بإذن الله جايبة لكم وصفة حلوة قوي بالجزراية دي. شايفين حجمها عامل ازاي؟ بالجزراية دي هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. الوصفة دي بجد تحفة. الوصفة دي عن تجربتي الشخصية. الوصفة دي حكاية 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 حكاية. بتعاني من ترهلات الثدي، اتفرجي على الفيديو. بتعاني من صغر حجم الثدي، اتفرجي على الفيديو. بتعاني من كبر حجم الثدي والترهل، اتفرجي على الفيديو. بصي، اي مشكلة عندك في الصدر عندك هتتحل بالجزراية دي، بس اهم حاجة تتفرجي على الفيديو للنهاية. تدعميني بلايك الله يسعدك، ولو مش مشتركة دوسي على زر الاشتراك الاحمر وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ادعميني بلايك وشير، ويلا مع بعض نعمل الوصفة الجبارة 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 دي. تمام. اول حاجة هناخد الجزرة دي، تمام، وهنبدأ ان احنا نقطعها شرايح صغيرة. تمام، نقطعها اهو شرايح شرايح بالشكل ده. هديك برضو اقطعها قدامكم اهو اهو. تمام، شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. تمام، هنبدأ ناخد الجزراية بتاعتنا دي وناخد الكبة بتاعتنا ونبدأ نحط فيها الجزرة دي، وهنبدأ نفرمها فرم ناعم جدا 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 في الكبة بتاعتنا. هنجيب الطبق بتاعنا، وزي ما انتم شايفين بصوا ده الفرم اللي انا عايزاه اهو في الجزراية بتاعتي. لازم تتفرم فرم ناعم جدا جدا جدا، تبقى مفرومة خالص. عشان كده بقول لك افرميها في الكبة وما تحطلهاش ولا اي مية ولا اي سوائل. تمام، اهو في الجزرة بتاعتنا اهو اتفرمت فرم ناعم جدا اهو. بصوا اهو، وده اللي احنا محتاجينه حبايب قلبي. شايفين نشفة كمان، ما فيهاش مية، اهي ما فيهاش مية خالص. انا عايزاها بودر، يعني عايزاها تبقى مفرومة بودرة خالص. الجزراية بقت مبشورة، هننزل عليها بايه؟ اول حاجة واول مكون هننزل عليها، وعلى فكرة الخطوة دي هتعمليها مرة واحدة بس، وهقولك تحتفظي بالمكونات بتاعتنا ازاي. على اساس دي ليمونة يا حبايب قلبي، بعصرها اهو على اهو بالشكل ده على الجزراية المبشورة بتاعتي او المفرومة اهو. تمام، هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بتاني مكون، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل عليهم بتاني مكون وهو الشابة المطحونة، شاب الفؤاد. شاب الفؤاد بنجيبه وبنطحنه بيبقى باودر، او الشابة على الجزرة بتاعتي بالشكل ده. تمام اهو. تاني مكون وهو زيت الزيتون، هننزل بزيت الزيتون، حوالي ربع فنجان من زيت الزيتون على الجزراية بتاعتي. تمام اهو على الجزراية المبشورة بتاعتي. تمام اهو. بعد كده هننزل عليهم بزيت جنين القمح اهو، بتجيبيه من عند العطار، تمنه مش غالي خالص. ولو مش متوفر عندك زيت جنين القمح مش مشكلة، ممكن تحطي زيت نعناع. لو مش متوفر زيت نعناع استغني عنه خالص، بس يعني يفضل تحطيه. حطينا حوالي ربع معلقة من زيت جنين القمح، وهننزل بزيت الحلبة. طيب زيت الحلبة اللي حابة ان هي تنزل تكبر تشد الثدي وتكبره هتحط زيت الحلبة. اللي مش عايزة، اللي عايزة تشد الترهلات فقط وترفع الثدي، يبقى ما تحط زيت الحلبة. تمام، بالشكل ده. الوصفة دي جبارة 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 يا بنات.
جبارة وعن تجربتي الشخصية فظيعة. تمام اهو، هننزل عليهم ربع معلقة من القهوة بالشكل ده وهنقلبهم مع بعض كويس جدا اهو. إيه ما تستكتروش المكونات يا بنات اسفة، لان هي كلها فعالة، وبعدين لما تكوني عايزة نتيجة في خلال ايام يبقى لازم تعملي المكونات دي. تمام، وطبعا زي ما قلتلك هتعمليها مرة واحدة وهقولك ازاي. تمام اهو، عجبنا المكونات كويس جدا عشان ياخد قوام كريمي اهو. تمام، هننزل باخر مكون، والمكون ده سهل جدا ومتوفر، وهو يا حبايبي الفازلين اهو. هناخد معلقة من الفازلين بالشكل ده، ولو مش متوفر عندك فازلين يبقى هتحطي اي كريم مرطب عندك. تمام، وهنبدأ نعجنهم برضو مع المكونات بتاعتي بحيث ان احنا ناخد قوام كريمي، وناخد هنخلي الجزراية دي بقت كريمي خالص خالص خالص، يبقى عملنا كريم جزر للثدي. تمام اهو بالشكل ده، بصوا القوام بقى كريمي خالص اهو. المكونات دي هتحطيها عندك في التلاجة، هتشيليها في علبة وهتحطيها عندك في التلاجة في الرف اللي فوق، مش الفليزر، في الرف اللي فوق اللي تحت الفليزر على طول. تمام اهو، هتقعد معاكي اكتر من اسبوع، يعني المكونات دي هتقعد معاكي اكتر من اسبوع لو حطيتيها عندك في الفليزر. تمام انا اسفة، في التلاجة. تمام، في علبة كده نظيفة مغلقة وتحطيها عندك في التلاجة. تمام اهي بالشكل ده. طيب الكريم ده هنستخدمه ازاي؟ تمام، الكريم ده ماشي انا بعمله على طول واستخدمته ممتاز جدا يا بنات. الكريم ده علشان تشتريه من بره بنفس فعاليته دي هتشتريه بمبلغ وقدره، مش هيديكي برضو نفس النتيجة، لانهم بيكونوا ضايفين له حاجات مواد كيماوية او مواد مش طبيعية، انما الكريم ده مواده كلها طبيعية وانت اللي صنعها بنفسك وبايدك. تمام، هتبدأي تاخدي من الكريم ده اهو، بصوا اهو، هتبدأي تاخدي من الكريم ده بصي، وهتدهني اهو بالشكل ده. طيب الكريم ده هنستخدمه ازاي؟ اول حاجة لازم يكون الثدي عندك او السطر مفتوحة المسام بتاعته، فهتبدأي تاخدي دش كده او تبدأي تاخدي فوطة دافية مش سخنة عشان برضو ما تلسعكيش، دافية، وتبدأي تدلكي المكان كويس جدا يمين وشمال وبشكل دائري لحد ما تفتحي المسام. تمام، بعد كده هتاخدي من الكريم وهتدهني زي ما انت شايفة بالشكل ده اهو اهو. بعد ما هتدهني الكريم ده بشكل دائري من فوق لتحت على الثدي، هتبدأي تسيبي الكريم ده على ثديك من بالليل لحد الصبح. طيب لو انت مش هتقدري، يعني في ستات متجوزة ما تقدرش تنام بحاجة زي كده، وكمان لازم ما تكونيش لابسة سونتيال، يعني لازم تكوني مثلا كده لابسة اي حاجة خفيفة مش سونتيال. تمام، طيب لو مش هتقدري تسيبيه من بالليل لحد الصبح، يبقى تحطيها على الثدي لمدة 3 ساعات متتالية، ممكن بالنهار عادي، بس اهم حاجة ما تلبسيش حاجة تقفل المكان، لازم تسيبيه المكان يعني مبحبح كده، يعني زي ما بيقولوا، يعني تبقي لابسه مثلا فانلة او بادي او حاجه خفيفه واسعه قطن وانت حاطه الكريم ده. ولو تقدري كمان ما تلبسيش خالص وتبقي قاعده في مثلا في اوضه لوحدك كده، يا ريت طبعا يبقى احسن. تمام، وبعد كده هتغسلي المكان بميه بارده مش ميه سخنه عشان تقفلي المسام، هتعملي الخطوه دي يوميا لمده 7 ايام. بعد 7 ايام اتفرجي على
حجم الستيك، هتلاقي المكان اتشد جامد، هتلاقي الترهلات اتشالت تماما، الخطوط اللي بتكون موجوده نتيجه التخن بتشال، تكبير زي ما قلت لو عايزه تكبير يبقى هتحطي زيت الحلبه، لو عايزه بلاش تكبير يبقى استغني عن زيت الحلبه. هتلاقي شد للترهلات، هتلاقي صدرك اترفع، هتلاقي حجم الثدي اتغير جدا، هتلاقي شكله بقى جميل جدا جدا وزي ما انت حابه بالظبط. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.